شوف بعض الأسئلة التي جاءت أثناء البث بإذن الله تعالى. سائل يقول: أرجو إيضاح نصاب الزكاة على المسلم، كم المبلغ الذي يجب عليه الزكاة، وهل يجوز قيمة النصاب من الدولار إلى عملة أخرى؟ يا بني، إن النصاب مقدر بالذهب أو الفضة. النصاب من الذهب 20 دينارا 85 جراما، ومن الفضة 100 درهم 595 جراما من الفضة. فتسأل عن سعر الجرام من الذهب الخالص وتضربه في 85 تخرج لك مقدار أو قيمة النصاب، ودي المسألة تتغير من سنة إلى أخرى لتغير قيمة الذهب. أنا بديك معيار نصاب الذهب 85 جراما، فاضرب هذا المقدار يا بني في قيمة جرام الذهب يخرج لك مقدار النصاب. إن أردت أن تحسبه على أساس الفضة فاضرب 595 في قيمة نصاب الفضة، يطلع النصاب على أساس الفضة. الجمهور يرون أن النصاب يحتسب على أساس الذهب، إنه أكثر ثباتا واستقرارا في التعامل. زمن النبوة كان نصاب الذهب تقريبا يساوي في القيمة نصاب الفضة، الآن اختلت هذه المعادلة اختلالا فاحشا، فنصاب الذهب أصبح تقريبا يساوي 10 أضعاف نصاب الفضة. لكن من أراد أن يأخذ بأقل النصابين توسيعا للرقعة في المزكين ورعاية لمصالح الفقراء والمساكين، فأرجو أن لا حرج عليه إن شاء الله عز وجل.